غندوي تاع اللي كنا نجي باش نلاحظ الانتصار من هنا ونقلب ونركب واحد الفرص ان شاء الله. احنا كما قلت صح احنا عارفين راسنا احنا كنا مؤهلين باش ندوزو الدور ثاني امام الرجاء، وكانت اللي كانت شويه صعبه الامور هي الرحله اللي كنا عملنا تقريبا فيها شي 3 ايام، يعني جينا الليله قبل المباراه اللي كان فيها شويه تعب. الحمد لله يعني دازت الامور مزيانه وعوضنا هادشي حتى في المباراه ديال ديربي كوبر يانغا اللي كان خاصنا نلعبو تما، وحنا مؤكدين من النتيجه ديال الوداد البيضاوي. بالعكس هو الجمهور ديال الفريق الوداد البيضاوي راه الجماهير اللي تتعمل نتائج الفريق، حنا عارفين هاد النقطه هادي ولعبنا على الدور هادي بزاف.